انا اخر اول مره ركبت عربيه فيها السوبر في جاي ايه لا ما عربيه كده كانوا سوزوكي على راس محمد عربيه سوزوكي عليك يا بدر لسه بدر عليك لسه ليه هو تفتكر ان فيها فرق هو الاثنين واحد مش فيها موتور هي بس شويه شاشات لا بس شويه فيتشرز لا هو شويه شويه الصندوق بتاعها شويه كتير قوي ولا شويه لا لا استاذ هاني شمسون محبين عربيات سوزوكي فاست 8 مليون طب وليه انا ليه حط الرقم ده فلوس التيك توك دي ولا الفيسبوك ولا اليوتيوب شقاوة بتاعتي الواحد بيتعب وشغال صح والواحد ما بيعملش حاجه غلط سؤال بس يعني المبلغ اللي تروح بيه الحفلات كام؟ ايه سعر الحفله؟ سعر لا عادي كل الناس ليها تامر حسني مثلا معروف ان سعر الحفله بتاعته كذا عمرو دياب ماشي ما انت ممكن مثلا تقولي سعر بحيث مثلا المتابعين او الجمهور لو حد مثلا من غير سعر لا لا من غير سعر مفيش حد بيطلع من غير سعر اكيد مش بطلع انت رحتي لو من غير سعر شفناكي شفناكي في فرح قبل كده الناس قالوا انت واخدين 70,000 جنيه. بقول لك باسعار 50 70 توصل ل 100 الحفلات الكبيره. على حسب. طيب يعني شايفه نفسك اختلفتي عن زمان كتير قبل الحجاب ولا بعد الحجاب؟ هو انا محجبه كنت بطلع حفلات. اصلا. واكيد برضه يعني لا هو مش بتحسب كده يعني بتتقال ايه؟ في فرق ما بين دلوقتي ولا ما بين وانت لسه ما كنتيش مشهوره على السوشيال ميديا. الناس بدأت تقول حد في سنك مش عارفه بيعمل كده ده اللي في سنك بيعمل كذا وكذا وكذا فانا ما بحبش لا على فكره على قدك في ناس مستثمرين وحاجات بيدخلوها اكتر من اللي في مليون و3 اكيد طبعا ده مش رقم حاجه انا بتكلم عن نفسي انا كمان تمام الناس تبقى مصدقه دلوقتي تقول لي انت لسه عبده مش معاكي ليه النهارده؟ مش لايف لا يعني هو احنا اصحاب وزمايل جدا جدا هو عارف النهارده ده رسم المشوار ده وجاي عشان العربيه وكل ده وبارك لي اول حد اكيد عارف طب هل علاقتكم مثلا قبل الخطوبه زي دلوقتي ولا الدنيا اتغيرت؟ احنا قبل الخطوبه واحنا مخطوبين اكيد كنا شيء دلوقتي احنا مجرد صحاب لا انا قصدي العلاقه قبل الخطوبه ده احنا دلوقتي قريبين من بعض جدا كمان يمكن كانت اكتر نقطه تمام